السلام عليكم. توفي اليوم السبت عون الحماية المدنية بن علي فريد أثناء تأدية مهام نبيلة خلال عملية إخماد الحرائق بغابة الشريعة بولاية البليدة. وحسب مصادر مطلعة، فإن عون الحماية المدنية توفي متأثرا باستنشاقه دخان منبعث من النيران، وذلك بمستشفى فرانس فانون بالبليدة. وينحدر شهيد الواجب الوطني بن علي فريد عون الحماية المدنية من بلدية برج الكيفان بولاية العاصمة، والذي كان في مهمة في جبال الشريعة لإخماد النيران. كما ذكرت بعض المصادر المحلية أن سبب اندلاع الحريق هو عملية الشواء التي قام بها بعض الأشخاص على مستوى هذه الغابات، والتحقيق لا يزال جاري لحد الساعة. إنا لله وإنا إليه راجعون.